السؤال هذا تكرر، المرور بين يدي المصلي في الحرم لا بأس به، لا بأس بالمرور ولا يقطع الصلاة سواء رجلا أو امرأة للضرورة، للضرورة. لو كان يقطع الصلاة ما صحت صلاة أحد في المسجد الحرام، لأن المرور كثير والجموع كثيرة كما ترون. نوقف الناس ونقول خلوهم لما نصلي، ما يمكن هذا. كل ما ضاق الأمر اتسع ولله الحمد، لا حرج، خلوا الناس يمرون ولا يضر الصلاة إن شاء الله. نعم.